بكم. هذا هو استاد القاهرة هنا في استاد السلام، استاد النادي الأهلي، ومباراة الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا هذا الجمعة، لقاء حاسم، لقاء مصيري للنادي الأهلي والمريخ في إطار الصعود وتأمين العبور للدور الثاني من الكاف شامبيونز ليج الكوارتر فاينل. مباراة تأتي في ظرف صعب جدا على مستوى الترتيب، على مستوى النتائج. الأهلي من المرات الأولى في آخر السنين اللي يتعب فيها برشا على مستوى دوري المجموعات، صعوده غير مؤمن وغير مضمون نتيجة الخسارتين. كل ما تصعب المباراة خاصة على مستوى الثاني، خطيرة جدا الكرة، ما هنا الكرة خطيرة، تلعب الكرة من رخابية للحارس، انطلاقة ممتازة، عرضية خطيرة، هناك عدم انسجام وعدم توليفة أولى وفرصة للنادي الأهلي. الأهلي في البدايات والكرة والنهاية في الخواتيم، التسديدة من حمدي فتحي. إذن بداية قوية من النادي الأهلي، هذا منتظر متوقع في الماتش. سيناريو الذهاب هل يتكرر أم أن الأهلي بدأ مسيطر ومتسلطن وسجل من البداية؟ الانطلاق من الأطراف، كرة حائرة، معلول يمشي عليه، حط الكرة، معلول اختيرة بالرأس زي الاحتياطي لأنه هو الضيف، ترجع الكرة. الأهلي في بطولات إفريقيا 200، حط الكرة، واحدة اثنين، مشات يسار، مشات يمين، فريق العشرة نجوم لفريق النجمة الوحيدة في فريق الشحات، يتقدم الشحات والكرة تمشي، كرة مصرية خطيرة والتسديدة والدفاع، شحات، شحات يجري كرة خطيرة عرضية من أمس، تمشي الوهاج، تلعب الكرة لابتهاج الأنصار، لا كرة سحات، حسين الشحات، حسين الشحات يجرب حظه ويشوت والكرة ضربت مرمى للحارس مونجد النيل، قال خطر للمرتدات، فما مساحات، يلزم دفاعك يا سفريات، مونديال، منتخب، بالتالي الساحات يرجع بالكرة لعمر السولية، كان ممكن روداء الخطيرة براس، الهدف الأول من تو، الهدف الأول من تو بخطأ قاتل من مونجد النيل، تاو تاو تاو، تشاو تشاو تشاو، 1-0 للأهلي بخطأ فادح من قائد الفريق مونجد النيل، خطأ قاتل من أبو زيد والجنوب. ترجع كرة ثابتة، تبقى فرصة، هرب شريف، 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 حريك يا أفشا فنان، ولد الأهلي أفشا يبدع. المرمى ما تعاونش برشا، الكرة عرضية والرد خطيرة جدا، انطلاق من توني، يلعب توني عرضية، الشناوي عندهم، الشناوي عنده، الشناوي النادي الأهلي ممتاز جدا من الشناوي، يمشي بالكرة عرضية بالراس، بيبو محمود الخطيب في مرمى ممتازة، الانطلاق من علي، علي معلول، ولكن اليوم يقدر ينتصر المباراة وكرة للمريخ خطيرة وتسديدة قريبة جدا للمريخاب، كرة تعادل عن طريق الخمسة، حمزة داوود، حمزة داوود كاد يهز الشباك وركنين، تعديت من ياسر إبراهيم، ما تعديتش من عبد المنعم، وفي خطأ، تدخل قوي، تدخلات قوية، وفي خطأ بصافرة القاضية السنغالي ديال، سيرجع للدفاع وكرة ضايعة والحار. لماذا لم نلعب هكذا في الديربي؟ أين ذهبتم في الديربي؟ لماذا خفتم في الديربي؟ لأنه في الديربي لي كلارك لعب باش ما يخسرش. أوه هدوء هدوء، كالما كالما. لأنه في مم أهل المونديال. والكرة تمشي ملعبة طويلة، الضرب، ترجع الكرة على طريق الشحات، الشحات على القائمة الثانية، ممتاز اليوم، وكرة خطيرة، أوبرانس، أوبرانس. ترجع الكرة الشوط الثاني، خطيرة جدا، طلعت كرة برا، طالي يعكس المرتدات وشريف والحارس، الحارس وفي خطأ ضد شريف، في فاول على محمد شريف، إن شاء الله لاباس الاثنين، الحارس مونجد النيل واستدام داخل في إطار الكرة، إن شاء الله غدا السبت. الشوط الثاني تو بي اور نوت تو بي، الرواق حسين الشحات يلعب كرة شريف، شريف المصرية، مجدي عبد الغني ومجدي طلبة ومجدي أفشة، والكرة تمشي اوت من شريف، شريف يبقى المهاجم الأول الآن في مصر، والنصف ترجع كرة من علي معلول، علي وبر النيجيري، عرضية مش ممكن، والعارضة، العارضة السودانية، يا الله، هنا في استاد السلام، الله على عارضة المريخ، المريخ في يخطر كرة على مرمى الشناوي،
كرة في سن هجوم مريخابي خطير. توني حمدي فتحي، خمسة دقائق لعب في الشوط الثاني. كرة باللعب، الكرة ماجدي، ماجدي باش يشوط نفسه، كرة بعيدة. طريق بخيت، خميس في كرة قادمة من كرداف في استاد السلام مع كرة خطيرة وقوية. محاولة التحذير بين الهجمة، واحد اثنين الثالثة، ظهر يرجع كرة ماجدي، ماجدي يلعب كرة ممتازة لشري، وصلت الكرة الآن عن طريق الهجمة لشري مالي، لا قدر الله تمشي كرة تولي الدوخ معاه، ترجع الكرة ترجع للفريق المريخابي. المريخ يعكس الهجمة، الحكم يقول ما بها شيء، دياي كان قريب والتغطية موجودة والكرة اوت، كرة اوت، ضربة تماس، هذا اكيد فريق خاسر، والتسديدة والكرة وين؟ ضربة مرمى للشناوي. محاولة كانت من نوح، ترجع كرة خطيرة وعرضية وصعبة جدا الأحمر السوداني. العرضية وكرة ممتازة والحارس، والتعادل المريخابي، التعادل المريخابي. العجب 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 العجاب، رمضان رمضان يسجل التعادل، رمضان يسجل التعادل في وقت قلت الأهلي بدأ يتعب. رمضان عجب يكرر سيناريو الذهاب. المريخ يعدل الأرقام، المريخ يعدل الأرقام، واحد واحد، يعطي الحلول على اليسار، عرضية خطيرة، والهدف الثاني للأهلي، والهدف الثاني للأهلي، الهدف الثاني عن طريق القناص شريف، عن طريق الجوليادور محمد شريف. الهدف الثاني، يتحرك أفشة، يطلع معلول، يجد الأهلي الحلول، والنتيجة 2-1 في دفاع محلول. هدف الثاني عن طريق والهدف الثالث، فرصة كبيرة، والهدف الثالث، والهدف الثالث عن طريق النادي الأهلي، الهدف الثالث من عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر يسجل الثالث وينهيها رسميا. الأهلي ينتصر في